ناقش لقاء بمديرية بعدان في محافظة إب برئاسة وكيل المحافظة لقطاع المغتربين راكان نقيب احتياجات المديريات من المشاريع الخدمية. تطرق اللقاء إلى قضايا المغتربين من أبناء المديرية وتطلعاتهم، وكذلك سبل تفعيل البرنامج الرمضاني في المديرية. واستنكر اللقاء استمرار احتجاز قوى العدوان لآلاف العائدين إلى البلاد مع أسرهم في المنافذ لأكثر من شهر. وقدمت في اللقاء مداخلات وكلمات لعدد من المغتربين ومدراء فروع الأجهزة التنفيذية بالمديرية.